المحافظة على الأمن داخل المحطات وعربات التراموي ورقلة من أبرز مهام فرقة التراموي التابعة لأمن ولاية ورقلة. الوحدة مجهزة بالوسائل التقنية الضرورية لتأمين جميع مرافق التراموي. أي شيء نلاحظوه لهنا على مستوى الكاميرا مباشرة رانا نسقوا مع العناصر تاعنا قوات الشرطة المتواجدين في وسط الميدان يتقدموا مباشرة لعين المكان، مثال كش ما يكون شجار إخلال بالنظام العام في حالة ما إذا حادث مرور. وبالتنسيق مع أعوان الأمن وأعوان الرقابة من مؤسسة سيترام ورقلة تعمل هذه الوحدة على ضمان أمن الركاب وسلامتهم. فرقة تراموي هي فرقة تابعة للمصلحة الولاية للأمن العمومي بأمن ولاية ورقلة، تتمثل المهام الأساسية هي حماية المواطن وممتلكاته بالإضافة إلى الممتلكات العامة والمتمثلة في العربات التراموي التابعين لشركة سيترام. ومنذ تدشينه قبل عام أصبح تراموي ورقلة وسيلة النقل الرئيسية بالمدينة، حيث يضمن نقل الركاب بين التجمع العمراني الجديد بحي النصر ووسط المدينة.